الموسيقي درغام بوشناق. في بداية الستينيات ولد، وظلت الألحان العذبة هاجسة، وظل الوتر لغة العصر وسادن اللحظة الإبداعية عنده. إنه الفنان الموسيقي درغام بوشناق الذي ألف ولحن العديد من الأغاني، كما صمم ونفذ موسيقى تصويرية للعديد من الأعمال الدرامية المعروفة. إنه فنان وأكاديمي، تخرج في جامعة اليرموك في قسم الموسيقى، ولم تتوقف مسيرته الأكاديمية ليلتحق بجامعة البلقاء ويحصل على ماجستير في الموهبة والإبداع، وهو الأمر الذي خلق تزاوجاً حميمياً بين الموهبة والعلم لديه، ليكون واحداً من أشهر الملحنين في الأردن. درغام بوشناق رئيس لقسم الموسيقى في الإذاعة الأردنية، وهو عضو في نقابة الفنانين الأردنيين، ومشارك فاعل في العديد من المهرجانات المحلية والعربية.